الثانية في العالم اللي احنا أولا كان افتخروا بيها. إن علاش كان افتخروا بيها؟ لأن هذه الجالية اللي في كل مناسبة كثرت أنها مرتبطة بلادها وأنها كتحمل المغرب في قلوبها وأنها مستعدة لدفاع المغرب بكل ما تملك، يعني لاحظناه مرارا وتكرارا، وأن المغرب يعيش يعني معهم يوميا في الحفلات ديالهم في الأعراس ديالهم. عندما كيربح الفريق المغربي الوطني كنشوفوه يعني كيفاش الناس كتنزل في الشوارع في عواصم أوروبية، في بروكسل وأمستردام وفرانكفورت وباريس وغيرها من العواصم. إذن هذا كيدل على أن مغاربة العالم عندهم واحد الافتخار والاعتزاز بالانتماء للمغرب. أنا كنقول أيضا هاد الناس اللي خصنا نحتضنهم وخص الوطن ديالهم يحتضنهم، وخصنا نديروا سياسات عمومية تستجب للانتظارات ديالهم وتستجب يعني الإكراهات ربما اللي كيعيشوا فيها باش ما يبقوش يعيشوا فيها. هاد المغاربة ما عندهمش مطالب خيالية، عندهم مطالب جد معقولة. كيطلب من البلد ديالو منين يجي يستقبل على أحسن حال، القضاء يبث يعني بسرعة، إذا قام بمشروع ما يتمش النصب والاحتيال عليه. إذا لابد حنا نطوروا سياسات عمومية اللي كتحفظ له الحقوق ديالو، ما كيطالبش بشي حاجة خارج المعقول، كيطالب أمور معقولة. إذا بالنسبة لنا الحمد لله هاد المغاربة مرتبطين بهادو، يعني جلالة الملك، يعني أعتقد هذا لابد ما يقال أن في جميع خطبه وفي جميع رسائله يشيد بالجالية المغربية، ماشي فقط يشيد بالجالية المغربية وإنما يطالب. يعني شفناه كيف طالب يعني بتغيير العمل يعني في القنصليات في 2015، وكيف الشرف بنفسه يعني زيارة قنصلية في مثلا في باريس باش يوقف على هذا التطور ديال العمل بتبسيط المساطر وال يعني ال يعني خدمة الجالية المغربية. إذا جلالة الملك يعني كي يعطي واحد الاهتمام كبير، وشفنا حتى في التنقلات ديالو والزيارات ديالو لأوروبا كيفاش يعني كيتفاهم مع الجالية المغربية. فقط أن الحكومة الآن خصها مثلا توضع سياسة عمومية، وهاد السياسة العمومية اللي خص يكون فيها أربعة الركائز. الركيزة الأولى هو يعني كما قلت الخطابات والرسائل الملكية خص تكون مرجعية في التعامل مع الجالية المغربية. الركيزة الثانية عندنا الدستور، الدستور خص يكون لوضع سقف عالي، خص يكون أيضا دعامة يعني أساسية ركيزة في التعامل مع الجالية المغربية. عندنا يعني التصريحات الحكومية، لأن للأسف في بعض الأحيان الحكومات من ناحية التصريح الحكومي في البرلمان، لا الحكومة السابقة ولا الحكومة الحالية كيديروا تصريحات يعني بسقف مستواه عالي جدا، ولكن في بعض الأحيان لا تطبق. يعني حنا من خلال دراسة عملناها العمل الرقابي في البرلمان أن لاحظنا يعني 19 التزام قامت به الحكومة من 2011 حتى 2016 ما تنفذ منها حتى واحدة. الآن الحكومة الحالية كانت موحدة حتى 6 التزامات في التصريح الحكومي مازال ما بديناش في التنفيذ ديالها. اذا التصريحات الحكوميه ما كداش غير هكا ستنفذ، اذا هذا شيء اساسي. ثانيا يعني نقطه رابعه في التعامل مع الجاليه المغربيه خصنا نلاحظوا التحولات والتطورات اللي كتعرفها الجاليه. عندنا الجاليه في مستوى من الوعي جيد جدا، عندنا الجاليه في مستوى مثلا تمكن من يعني شبكه التواصل الاجتماعي مرتفع جدا، المنسوبيه ديال الحريه اللي كتعيش فيها كيخليها عندها يعني كتطالب بالحقوق، ولكن ايضا المنسوبيه ديال الارتباط بالمغرب والانتماء للمغرب مرتفع جدا. انا لا يمكنني عشت فرصه الجاليه ولا يمكنني الا ان اكون جد فخور يعني بالعناصر ديال الجاليه المغربيه، وكنقول لهم من هذا المنبر يعني شكرا، وكنقول لهم بانه خاصه من خلال الاسفار ديالي كامله ما شفتش جاليه عندها هذا الارتباط الوثيق ببلادها خاصه في الحياه اليوميه. إذن ما يمكننا إلا نفرحوا، ولكن كما قلت خصنا نكونوا أيضا كحكومة في مستوى هذا الثقة اللي تتوضعها الجالية في بلادها، نكونوا في المستوى نحل هذه المشاكل اللي ذكرناها اللي هي بسيطة اللي ما كتطلب جهد كبير، ولكن في بعض الأحيان ربما التراخي كيخلينا ما كنحلوهاش، فاليوم خصنا نوقفوا عليها.